شاب سعودي في مدينة الرياض أصيب والده بجلطات متتالية ففقد كل الحواس، ثم نقل بعد علاج طويل إلى مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية اللي على طريق القصيم، فقالوا لهم هذا الإقامة سيكون هنا مدى العمر، ما جلس ما دامت الروح فيه بيقعد عندنا لن يموت. وروحوا أيها الأبناء، أحد أبنائه قال اترك أبوي عندكم، أبوي ما مات لا زال حي. قالوا لكنه لا يشعر بالناس، ونحن نقلبه على السرير حتى لا يأكل السرير ظهره حتى يتوقف نفسه ونغطيه ونعطيكم إياه تقبرونه وتصلون عليه. قال أبوي هذا نهاية صحبته ونهاية رفقته، والله أني لا رافق أبوي لين أموت أنا ولا يموت هو. فجلس مع أبي كان طالب في جامعة الملك سعود في المستوى الثاني، فقدم اعتذار وكان له راتب بسيط ينزل فاكتفى به، ورافق والده 14 سنة يقلب والده على السرير وأبوه ما يدري عنه. يقول أخدم أبوي وطعم أبوي أطعمه باللي حليب في اللي مع أنفه وأقلبه على السرير وهو ما يشعر، إنما أعالجه بقلبي كل ما حسيت وده أنه ينقلب قلبته، وكل ما تقلبته قعدت عند رجليه همزه. 14 سنة وقيل 12 سنة حتى خرجت روح الأبي فحمله إلى مقبرة النسيم ورحل والده. كان يبكي مع أنه لزم والده وصحبه شبابه، دخل شاب عمره 20 وطلع عمره 34 سنة. نعم أيها الأحباب، هذا وهو صحبه وهو لا يشعر به، كيف ونحن هم يشعرون بنا؟ ولذلك أحبابي صحبة الأبوين عبادة، ومن شروط العبادة الإخلاص، وإياك أن تصحبهما.